You know, there's so much debate about which country has the funniest Arabs. And now we know. It's Korea. Ladies and gentlemen, keep it going for Won Ho Chung. مساء الخير دبي. كيف حالكم؟ مبسوطين؟ أروح؟ أهلا وسهلا فيكم في Friday Night Live New World Order. هلا بعرفش إذا انتبهتوا بس أنا مش عربي. والله بكون قاعد مع أصحابي دائما بكون في موضوع كثير مهم لازم نحكي فيه. النقاش حار. بكون قاعد بقوم بقول لهم لا اسمعوا نحن العرب إذا ما عملنا هيك وهيك وهيك ما رح نتطور. ونهو اسكت أنت مش عربي. sit down. clear the table. Thank you. بس بتعرفوا شو؟ مع انه شكلي مش عربي في شغله انا متاكد منها مليون بالميه انه انا من جوا عربي all the way and I'm proud to be one of you guys. هلا في نص ما زقف رح اقول لكم ليش. في سببين. واحد مش فاهمين علي. مين هي اللي بتضحك هيك؟ سوري. ثاني ثاني سبب مش فارقة عنده. ولا حدا فارقة عنده، بس تعرفوا شو؟ اتس اوكي. عادي انه مش فارقة عندكم. تعرفوا ليش؟ لأنه نص الناس بدبي بتفكرني فلبيني. رحت على ديزل عشان اخذ اواعي لليله. دخلت وفي واحد ستايلست من ديزل وداخل مبسوط على حالي وكله تمام وهيك. طالع من غرفه الغيار بحكي واو this really looks good. I'm walking out. This girl looks at me and smiles. So I smile back. تقول لي excuse me. بقول لها ايوه. He says do you have this in my size? بس الإشي الوحيد اللي طلع من تمي تعرف شو كان؟ No mom, we don't have it in stock. And she tells me, oh, really, do you have this in my size? ولا لا 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 attitude إيه ده؟ قلت أنا برجيكي. قلت لها No mom, we don't have your size. You can try our other store, decent large. Excuse me, do you know what size I am? I said, yes, maybe you're 35, 37, maybe 40. She's like, you know what? I'm in shape, I go to the gym, call your manager. The manager comes, he's like, I'm sorry, what's going on? He said, your employee is being rude to me. So he looks at me, and he looks at her, says, he doesn't work here, he's a customer. She says, I'm so sorry, I thought you worked here. قلت لها I'm so sorry I thought you were fat. لا لا بس حرام she was in shape. Round the shape isn't it? Anyways, أبوي كوري هي قاعد هون وأمي فيتنامية برضه قاعدة هون. ومولود بالسعودية وعشت كل حياتي بالأردن. Thank you. I just got a wow. بس بتعرفوا شو؟ كنت حاب اطلع ادرس بامريكا مع كل اصحابي اللي درسوا برا. بس صراحة ما كنتش عارف اذا اروح ولا لا فما رحتش. لانه خفت امريكا تقصفني عشان فيتنامي. او تشتري مني سيارات عشان اني كوري. او تسرق مني بترول عشان اني مولود بالسعودية. بس الاشي الغريب انه انا احسن لغة بحكيها العربي. وأسوأ لغة بحكيها الكوري. يعني شكلي كوري، جوازي كوري، بحكي خمس لغات، الكوري أسوأ واحدة فيهم. إيه الزبالة دي؟ لا يعني هم يشوفوا العرب بيشوفوني بحكي عربي بيحكوا واو إنه عن جد غريب واحد كوري وبيحكي عربي هيك إنه اتس نايس. الكورية ما بيطيقوني. أبداً بيكرهوني.
انه ايش هذا؟ يعني شكله زينا بس مش زينا، ما بيحكي زينا ولا عم يحكي زينا. بتعرفوا بالضبط ايش؟ لما حدا يعطيكم علبه شوكولاته ويطلع فيها خياره. انا الخياره. على سيرة الكوري، حاب اقول لكم انه ابوي عبقري. اقول لكم ليش. في حدا عزابي؟ Any single people in the house؟ That's really sad. Actually no, I'm single too. زيكم. My dad is genius. لأنه كثير من أصحابي تجوزوا، والجيزة أول شهر شهرين تمام، بعدين تكتر مسؤوليات والنكد، وبيكتر الحكي اللي ما له طعمة. فأبوي أخذ الموضوع من قصيرها. أبوي كوري، تجوز وحدة بتحكيش لخته. فتجوزوا هم الاثنين، بليلة عرسهم كانوا طرش بالزفة. Literally. فإيش كل التعامل بلغة الإشارات؟ وأبوي ودانا أنا وأخواتي على مدارس عربية، فطلعنا بنحكي عربي، بس هو بيحكيش عربي. فبس نروح عند نطلب منه بابا مصاري، أواعي، I don't understand. كله بالإشارات. وعلى سيرة لغة الإشارات، حاب أقول لكم شغلة، إنه لغة الإشارات بالغرب غير عن لغة الإشارات عندنا هون بالعربي. يعني إلي صديق فرنسي، لما أشوف واحدة حلوة بقول لي أوه she's very beautiful. No, this means beautiful in sign language. فبتمر واحدة من قدامه بقول ها الأستاذ مش فاهم، حرام مش عارف هاي معناها، استني علي أنا لو أرجيكي. وكنت عم بقرأ كاريكاتير أبو محجوب. I don't know if you guys know it, it's amazing. ف what is this? Scissors. No, in the Arab culture, this means يخوك سيجارة. Cigarette. And in the West, do you know what this is? Okay, perfect, amazing. لا بالعربي معناها راح أكسر وجهك. But you know what? انسوا الغرب وانسوا العرب. بالهند لغة الإشارات غير. I went to Dubai Marina Walk. I wanted to valet my car. So I drive down the roundabout. There's an Indian guy standing there. فقلت له, I want to park valet. So he says, I'm like, valet. He's like, I'm like, okay, it's probably full. So I'll just go park myself. So I went and parked in China. Walked back. I passed this guy. Billy, my friend, why are you not coming? Hello, why not? You told me the valet is full, no? He said, no, I told you I will take care of it. So I told him,